لمواجهة هذا الفيروس، ومنها التجربة الصينية الثرية التي استطاعت أن تتعامل بفعالية مع هذه الأزمة، إضافة إلى تجارب أخرى. وأيضا تطرقت الندوة إلى موضوع مهم جدا، وهو أهمية الجانب الإنساني والأخلاقي في العلاقات الدولية، وأهمية الدور التي تقوم بها الدول في مساعدة دول أخرى. الندوة دعت إلى تعاون دولي كثيف، ودعوة الجميع للتعاون معا والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تدعو إليها الحكومات المختلفة. هذه بشكل عام الندوة، ونتمنى السلامة للجميع. السيد أحمد محمد الأستاذ، المستشار العلمي لمركز ترنز للبحوث والاستشارات، شكرا لك. شكرا جزيلا.